احنا هذا المنتدى نعقده، والبعض قال انه يعني تعقدوا منتدى في ظل الحديث عن حرب طاحنة في غزة. لا، هذا المنتدى يعين في جلسة صناعة القرار ودور الإعلام في تغيير السردية الإسرائيلية التي حاولت أن تفسر حربها البغيضة على أنها دفاع عن النفس، وبالتالي هذا كان في صلب الجهد الأردني والرواية الأردنية التي حاول جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية بأن يوصلوها للعالم. أيضا من عين واقع الإعلام وتجارب الإعلام في مواجهة الثورة الرقمية وكيفية استجابتهم من خلال محاور وجلسات علنية ومن خلال التجارب الموجودة في المعارض بوجود أصحاب القرار وأصحاب المصنع وطلبة الجامعات وأساتذة. كل عمر الأردن مصدر بالفعل، وإحنا كثير من إعلاميين الأردنيين والصحفيين والكتاب أسسوا ليس فقط الإعلام الأردني ولكن الإعلام ومؤسسات إعلامية مهمة في المنطقة. فخورين بهذا المنتدى وهو الأول في العاصمة عمان يقام، سعيدين بهذا التواجد الكبير من الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين ليس فقط من الأردن، من كل الدول العربية، وما هو إلا لقاء تشاركي، تبادل ثقافات، تبادل آراء، نشوف الإعلام كمان العربي نطلع عليه وهم يطلعوا كمان على تجربتنا الأردنية. فألف مبروك إقامة هذا المنتدى، وكان تكريم كمان الإعلاميين الأوائل، كانت كمان يعني خليني أقول شغلة حلوة في هذا المنتدى حتى كمان نقول لهم أنه بعدنا متذكرينكم وبعدنا ماشيين على خطاكم. أقرأ أهمية هذا المؤتمر، هذا المنتدى، بأنه اليوم بجزء توقيته هام جدا، خصوصا أنه اليوم نحن وآخرون من مشاركين من دول عربية أخرى كلنا مهمومون بذات الهم، مجمعين على ذات المشكلة، فوضى استخدام الإعلام، فوضى السوشيال ميديا، كل ما ترتب على استخدام عشوائية السوشيال ميديا والإعلام الرقمي على كل ما يتعلق بأمن الناس، العلاقات الاجتماعية. زي ما بنحكي بالأردن جلالة الملك دائما بيحكي هاي مش محطات تواصل اجتماعي، هاي محطات تفتت اجتماعي. اليوم بنحكي عن بعد أبعد بكثير من قصة محاربة الإشاعة، بنحكي صناعة القرار في ظل إعلام رقمي، بنحكي عالم الديجيتاليزيشن أو عالم الرقمنة، الصحافة الورقية بالرايح. اليوم إحنا عنا أزمة صحافة ورقية في الأردن، عنا أزمة مواقع إلكترونية، عنا أزمة ثقة، عنا أزمة مصداقية. أنا بعتقد إنه اليوم نحن نقدم هنا في الأردن مثل وقدوة لكثير من الدول العربية، وهم أيضا معنا بنضموا وبيعانوا بذات المشكلة. الجهد العظيم اللي ما قدم في هذا الصباح كان مميز جدا من وزير الاتصال الصحيح، والندوات القادمة ستقول أكثر. أنا دائما بحب أحكي بالرياضة مش بالسياسي، بس برضو يعني السياسة دائما بتشدنا، والظروف المحيطة بالمنطقة زي ما حكيت كثير حساسة، والأردنيين احنا دائما جزء مش بس مع فلسطين، مع الوطن العربي. ما في بلد يتألم بالوطن العربي إلا دائما إحساسنا ما كأنه إحنا المعنيين. فدائما هيك تربينا كأردنيين من أيام جلالة الملك الحسين الله يرحمه وجلالة سيدنا الملك عبد الله، إنه دائما إحنا مع العرب، يعني هذا البلد هو بلد العرب، الجيش هو الجيش العربي، فإحنا دائما مع العرب ولكل العرب. وفلسطين قطعة منا، ما نقدر نحكي ما بأي فوارق، دائما إحنا وفلسطين جزء مهم، وربنا يعني يخفف عليهم المصاب وإن شاء الله الأمور تنتهي على خير. الحقيقة يعني إحنا اليوم عم نعيش تظاهرة وطنية مهمة جدا في مجال الإعلام على المستوى الوطني. لما نحكي عن المنتدى الأردني للاتصال والإعلام فإحنا بنحكي عن حدث مهم جدا جامع لمجموعة كبيرة من أهم العاملين في مجال الإعلام والصحافة من الأردن، من العالم العربي، وأيضا بشكل عالمي. يعني اليوم الأردن يمكن والعالم كله عم بيعيش بوقت حساس جدا. الأردن هو بوصلة للجميع، الأردن بيقدم دائما الفكر، التطور، الحرية، الحيادية، ونحن الحمد لله دائما على مدى سنوات طويلة شفنا أن الأردن كان مثال للإعلام الواعي، الإعلام المتوازن. فاليوم مع تجمع يعني هذا العدد الكبير من الإعلاميين من كل الدول العربية ومن العالم ومن الأردن، أعتقد أنه هذا لوحده يعني كافي أنه يكون علامة تاريخية في مجال الأردن. اليوم المنتديات الإعلام والاتصال عم نشوفها في معظم الدول العربية، وكلها لها رسالة واحدة، أنه كلنا بالنهاية بنقول أنه الكلمة
مسؤولية. قم بوجود هذا الملتقى وإن صح التعبير حتى تظاهرة إعلامية يحضر فيها إعلام عربي ودولي ومحلي، ينتظر العالم اليوم من أن تخرج من عمان رسالة إعلامية لصالح الإعلام ولصالح المهنية والمصداقية، حيث ضاعت، أنا أعتقد بأنه ضاعت بوصلة الإعلام في هذه الفترة ما بين الإعلام المهني الذي يصر على أخلاقيات المهنة وما بين ما ينشر من معلومات عبر العالم الافتراضي وسائل التواصل الاجتماعي. فالجميع اليوم ينتظر من هذا المؤتمر أن يخرج بشيء إيجابي لصالح الإعلام، دعما للإعلام المهني. وهنا يعني أنا أنحاز إلى الصحافة الورقية، أظن بأنه اليوم رح يكون في شيء إيجابي جدا للصحافة الورقية التي بذلت جهدا كبيرا لأن تطور من ذاتها ولصالح أيضا الإعلام المهني بشكل عام. مهم بصراحة، لأنه إحنا دائما زي ما تفضلت بسؤالك، عندنا مساحة من الحرية، عندنا مساحة من الفضاء السياسي الذي يسمح للصحفيين بالقيام بعملهم. دائما في الأزمات الإقليمية الصحفيين الدوليين كانوا يجوا على عمان، أولا بسبب مساحة الحرية الموجودة، ثانيا بسبب المهنية في التعامل، ثالثا بسبب شبكة العلاقات الواسعة بين السياسيين والإعلاميين الموجودين. الأردن يستطيع أن يقوم بهذا الدور، وأعتقد أنه إحنا بارزين ومتميزين بهذا الأمر، وإن شاء الله يكون فيه خير على أمتنا وقضاياها جميعا. يعني حقيقة كان ترتيب جميل جدا، وإحنا بنلاحظ كل زملائنا الصحفيين وكل زملائنا الشركات الإعلامية موجودة في هذا الفيلنت، وحقيقة إحنا كرأي كنا من الأوائل الناس حقيقة نسعى لهذا العرض، ومع الاتصال الحكومي دائما وأبدا إحنا موجودين في هذه المعارض، وإن شاء الله للأمام للرأي والرأي الأولى في المملكة. أولا أهلا وسهلا فيكم جميعا. المؤتمر تنظيمه في الأردن لأول مرة يعتبر نقلة نوعية إنه الحكومة الأردنية تقوم بتنظيم هيك فعالية. الأردن معروفة في المنطقة كلها من أفضل الدول في خبرات الشباب في التحول الرقمي، والإعلام قوي جدا عندنا بالأردن والخبرات عندنا ممتازة، فوجود متحدثين ومشاركين من الوطن العربي، الأسماء اللي حاضرة تعطي توصيات ونحكي عن النقل النوعية بالتحول الرقمي بالإعلام، هذه خطوة جيدة جدا وممتازة بنقدر نحكي إذا كان فيها توصيات وتم الأخذ فيها، خصوصا بوجود الوزارة الإعلام تكون هي مسؤولة عنه. جميل جدا أن يجري هذا المؤتمر في أردن الخير قبل أيام قليلة من عيد الاستقلال، وكذلك سيكون هنالك محور أساسي وهو الإعلام الأردني خلال 25 عاما من جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني، لذلك هي مرحلة للنظر نحو الماضي ولكن لأخذ العبرات وأخذ منطلقات نحو المستقبل بهمة الوطن الكبير الذي يحتضننا 25 عاما من العطاء الموصول من جلالة الملك ومن كل أردني ومن كل الصحافة أيضا الأردنية التي شهدت تطور لم تتفرج على التطورات التقنية في العالم، وإنما دخلنا عبر هذه التقنيات التكنولوجية العصرية لكي نصدر صورة الأردن الحضاري وننقل صورة الأردن وصورة العيش المشترك خاصة الذي أصبح مثلا يحتذى في العالم. إعلامنا جيد، إعلامنا يعمل، إعلامنا شجاع، ولكن نريد منطلقات نحو المستقبل أفضل بإذن الله. لا شك بأن انعقاد هذا المنتدى في هذا التوقيت وفي المملكة الأردنية الهاشمية مسألة مهمة جدا، وبكتسب دلالات بالغة وأهمية كبيرة لجهة الاحتفال بربع قرن من عيد أو من جلوس جلالة الملك على العرش، وأيضا يتزامن مع الاحتفالات الوطنية بعيد الاستقلال وعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية الكبرى، بالإضافة إلى أنه يمثل دفعة قوية للإعلام الأردني، ومن شأنه أن يكون مساحة واسعة للحديث وللتناول كافة المعطيات والتحديات التي تواجه الإعلام عموما والإعلام الأردني. بدون شك هذا المنتدى منتدى الأردن يمكن البناء عليه في سبيل وتعزيز العملية الإعلامية والمؤسسات الإعلامية في الأردن.